السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الوصفة الثالثة متاع العصير اللي نستعمل فيها المانجو، عصير المانجو المرة هذه والموز، عصير المانجو والموز. لنأخذ كمية قد المانجو قد الموز، والوصفة اللي نقدم فيهم راهم من أبل وأحسن الوصفات بالحق، معناتها جربوا ياسر الوصفات وتوتروا. لنأخذ كعبة صغيرة متاع مانجو، لنا كعبة بنان، ولنا كمية من الماكلة عادة تجم تزيد تجم تنقص، انتي حسب التكستور اللي تحبها انتي واللي تخيرها. فما ناس تقول مثلا التكستور هي قويه، فما ناس تقول لك لا معناتها عادي معناتها تحبوا هكاك، فما ناس تقول لك لا، فما ناس تقول لك لا باهي. باش نصبوا كالعاده اللي عندنا الكل في الربو، باش نصب لنا كميه من الماء حسب بالعين، بعد كده بالتكستور. لأن كيف ما ترى العصير متاعي التكستور متاعو ياسر خاصرة، هيك علاش باش نزيدو زيت الماء وزيدا نزيد نشوف كل مرة كيف ما قلتلكم كل عبد اختياراته وش يحب. معنتها راهو تقريب كعبة المانجو تعملوا عليها بريسك 150 مليلتر 200 مليلتر هكاكا. بيصير لنا عنا البنان باش يزيد يكثر في الكونسنتراسيون، معناتها لنا انا استعملت بريسك اقل من نص سيترا معناتها تعرفش ابري، وانتوما كيما قلت لكم عينكم يزيد. طيب كملت تحيط العصير نتاعي، الريحه نتاعو بنينه على الاخر، ميكس بنين البنان وبين المانجو بالحق راهو بنا ما نحكي لكمش. وهذه كانت الرسات نتاع عصير المانجو بالبنان، ما نحكي لكمش على الميكس، تراهو بنين وريحته ما نحكي لكمش. يعشقوه الصغار والكبار، جربوه وذكروني. كان عجبتكم الوصفة نتاعي لليوم اضغطوا على زر الاعجاب او كتلقاوه اسبوع تحت الفيديو انزلوا عليه، ولأول مرة يزور القناة يعمل سابوني ولا سبسكرايب، او كتلقاوه سابوني وتلقاها مكتوبه بالاحمر، ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. وتويكم بقالي كان نقول لكم الى اللقاء في وصفه قادمه. شهيه طيبه.